صرفيني من كان يكون صرفيه. صار بأحمد يا أستاذ نبي؟ إن شاء الله ما بصير غير كل خير. لا بعمره خان أحدا ولا شاكل حدا، كل الناس اللي بتعرفه بتحبه، يوم ينضرب بالسكين، والله يا ربي ما عم بفهم ليش هيك صار. بسيطة بسيطة بسيطة، طولوا بالكم بسيطة. إدمان؟ يعني مو أول مرة. كيف ما انتبهنا؟ وانتو بتعرفوا من واجبنا نبلغ الجهات المختصة عن اي حالة ادمان بتجينا. بس انت بتعرف يا دكتور انه اللي بيتعاطى يعتبر شريك بالجريمة. بس سمعت وفاء رولا ما كانت بتعرف، وهذا بيشجعنا اكتر انه نقوم بواجبنا ونبلغ السلطات المختصة. طيب بلكي الحقيقة ما نعرفت واعتبروا انه رولا عم تتعاطى بارادتها. يا جماعة بحب نبهكم انه في تحقيق بخصوص الدكتور احمد، والتحقيق اكيد رح يوصل لرولا. ويمكن لا ونعالج رولا. دكتور هادي لو سمحت انا راح اخذ الموضوع على مسؤوليتي، واذا صار اي شيء انا المسؤول، ما راح نبلغ. يا دكتور انت عم تخاطر. هذا اللي بيلعب بالنار. يا ريتني سمعت كلامك يا وفاء، يا ريتني سمعت كلامك. يا ريت سيدي خلص اهدي ان شاء الله. لكن انا مبسوطه فيكي وبنبيل. نبيل ما في منه، تجيلي بعلك عليه ولا بتخسري. ايه لا تخافي على نبيل، خلص نبيل علي، ما بقى يفلت من بين ايدي. احلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان، احزاني وقالي